بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة، وهتكون النهاردة الحلقة الأخيرة لدوري الممتاز به. هنجيب بقى النهاردة مع الأستاذ أحمد القصاص إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا الأسبوع الأخير من دوري الممتاز به. وطبعا كلنا عرفنا إن خلاص في ثلاث فرق صعدوا إلى الدوري الممتاز، من مجموعة الصعيد المجموعة الأولى نادي الجونة، من المجموعة الثانية نادي زد اف سي، من المجموعه الثالثه فريق بلديه المحله، ثلاث فرق اللي صعدوا. ولكن لسه في ماتشات في دوري الممتاز به لصعود بقيه الفرق لدوري المحترفين. اصحاب المركز السادس في كل مجموعه هيلعبوا دوره ثلاثيه زي ما قلت لكم امبارح كده، والقرعه اتعملت، فريق المنيا وفريق مصر اتصالات وفريق بروكسي، الثلاثه هيلعبوا ان شاء الله خلال الفتره القادمه دوره ثلاثيه عشان يصعد منهم فرقتين إلى دوري المحترفين في الموسم القادم. وهنعرف كمان النهاردة من الأستاذ أحمد القصاص إن شاء الله كل المعلومات عن الدوري، إن في طبعا اعتراض كبير جدا دلوقتي من بعض الأندية الشعبية اللي ما صعدتش لدوري المحترفين، زي الترسانة وزي الأولمبي وزي المنصورة وزي كفر الشيخ، وبعض الفرق في الصعيد يعني معترضين، وبعض الفرق في القاهرة وفي القناة، يعني في مجموعة من الأندية حوالي 40 نادي معترضين على إقامة دوري المحترفين بسبب طبعا صعوبة الانتقالات ما بين المحافظات المختلفة في مصر. وهنشوف القصة هتمشي ازاي، ولكن اللي أنا عارفه من داخل اتحاد الكورة ان اتحاد الكورة خلاص خد قرار بإقامة دوري المحترفين في الموسم القادم ان شاء الله. طيب خلينا احنا خلاص يعني الأجندة الدولية انتهت، وتابعنا مباراة مصر امبارح مع جنوب السودان، ويعني المنتخب أدى مباراة كويسة وكان معسكر ناجح بالنسبة لمستر فيتوريا، وطبعا تفوقنا على منتخب غينيا وكسبنا 2-1 وصعدنا الأمم أفريقيا، وأيضا مستر فيتوريا قدر يعني يشرك جميع اللاعبين اللي كانوا معاه في المعسكر وشاف اللعيبة حتى في مباراة جنوب السودان، اللعيبة اللي ما لعبتش في ماتش غينيا، فكان معسكر ناجح بكل المقاييس حتى لو ما لعبناش مع منتخب قوي. المباراة الودية ما كانتش مع منتخب قوي، لكن خلال الفترات القادمة إن شاء الله في شهر 9 المعسكر القادم هيكون لمنتخب مصر، عندنا مباراة في التصفيات مع إثيوبيا، هي مباراة تحصيل حاصل، ولكن تبقى برضو مباراة استعدادية لبطولة أمم أفريقيا اللي هتكون في شهر يناير 2024، وهنحاول الاتحاد المصري يعمل مباراة قوية مع أحد المنتخبات القوية في شهر 9، وعشان يبقى بقى بعد كده في استعدادات مميزة وفي استفادة من الماتشات الوديه بالنسبه لمنتخب مصر. ولكن كان معسكر ناجح، وحتى الان فيتوريا ارقامه مع منتخب مصر في كل الماتشات اللي لعبها نجاح بنسبه 100%، حتى لو مع فرق ضعيفه، ولكن في التصفيات الراجل كسب الثلاث ماتشات اللي لعبهم مع منتخب مصر وقدر يمشي بشكل كويس جدا ويصعد ويحقق الهدف والصعود الى بطوله امم افريقيا. وايضا بالنسبه للمنتخب الاولمبي بيستعد في المغرب، وعنده مباراه بكره ان شاء الله مع منتخب الكونغو، المباراة الودية الأخيرة قبل ما يبدأ بقى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وطبعا بفكركم دايما بالفرق اللي بتلعب معانا في المجموعة، النيجر ومالي والجابون، مجموعة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. داخلين بقى على الماتشات المحلية، عندنا يوم الخميس إن شاء الله استئناف الدوري مرة أخرى بالمباراة المؤجلة ما بين الأهلي وحرس الحدود، عندنا ماتشات في كاس مصر، عندنا الاتحاد السكندري هيواجه بيراميدز، سيراميكا هيواجه المقاولين العرب يوم الخميس، يوم الجمعة عندنا ماتشين في الكاس برضو دور ال 16، طلائع الجيش مع البنك الأهلي والزمالك مع فاركو، يوم السبت مباراة النجوم وسموحة في دور ال 16 لكاس مصر، يوم الأحد أنا بقول لكم الخريطة بتاعت الأسبوع اللي جاي، يوم الأحد إن شاء الله مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، دي الماتشات اللي احنا داخلين عليها إن شاء الله. وبعد كده يعني مع نهاية شهر 6 هيبقى في لقاءات الدوري المصري بإذن الله، والأسبوع ال 31 والأسبوع ال 32، وأيضا لقاءات كأس الرابطة ولقاءات كأس مصر بقى، هنلعب حتى يعني في بداية شهر يوليو هنلعب ماتشات في دور الثمانية، هنمشي شوية في بطولة كأس مصر خلال الفترة القادمة. فالأندية بتستعد، النهاردة النادي الأهلي يعني بدأ تدريباته بقى استعدادا لمباراة حرس الحدود، والأهلي زي ما قلت لكم الفترة الجاية عنده مجموعة من الماتشات ورا بعض على طول، يعني الأهلي يوم الخميس إن شاء الله هيلعب مع حرس الحدود في الكاس في الدوري، وبعدين هيلعب منتخب السويس
يوم 25 في دور 32 لكاس مصر، وبعدين يوم 29 مباراه في الدوري مع البنك الاهلي، وبعدين يوم 2/7 مع فيوتشر في الدوري، وبعدين يوم 5/7 مع الاسماعيلي في الدوري، في الاهلي مش عارف يوم 8 مع الاتحاد السكندري. فالاهلي عنده ماتشات كل 3 ايام، هيبقى عنده ماتشات خلال الفتره القادمه. النهارده بعض اللعيبه الدوليه انتظمت في تدريب الاهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، الثلاثه انتظموا في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. كولر ادى الراحه النهارده لبعض اللعيبه اللي كانوا لعبوا ماتش مصر وجنوب السودان، زي كهربا وزي محمد هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه واحمد عبد القادر وحسين الشحات. الست لعيبه دول خدوا راحه النهارده من التدريبات، وهيبداوا بكره التدريبات مع النادي الاهلي استعدادا لمباراه ان شاء الله حرس الحدود والاهلي يوم الخميس. دي طبعا لقطات من تدريب الاهلي النهارده، ومستر كولر بقى داخل على مرحله الدوري والاستعداد لماتشات الدوري والكاس خلال الفتره القادمه بعد تحقيق الهدف طبعا والفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. وخلي بالكم بيبقى في صعوبه اللي انت تخرج اللعيبه بقى من اجواء الفرحه والنشوه والفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا والتركيز في الماتشات المحليه بقى في الدوري خلال الفتره الجايه. الاهلي كمان عنده في شهر 8 ان شاء الله مباراه السوبر الافريقي، وبعدين عنده بطوله دوري السوبر الافريقي البطوله الجديده اللي هيلعبها، وانتم عارفين ان اللي هيشارك في دوري السوبر الافريقي 8 انديه من قاره افريقيا، الاهلي وسان داونز واعتقد الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في 8 فرق يعني من الفرق الكبيره طبعا في قاره افريقيا هتشارك في دوري السوبر الافريقي. وشاركه الاهلي في دوري السوبر الافريقي هتخليه ما يبداش بطوله دوري ابطال افريقيا بتاعت السنه الجديده من دور ال 32، لا هيبدا على طول من دور المجموعات. يعني في بعض الحاجات كده اللي كلنا عارفينها طبعا، وانا بفكركم بيها دايما عشان تبقوا عارفين الخريطه هتكون ماشيه ازاي خلال الفتره القادمه. طبعا دخلنا كمان في موسم الانتقالات، وفي انديه صعدت من الدوري الممتاز به زي زد والجونه وبلديه المحله، وهيبداوا يطلبوا لعيبه. يعني مثلا نادي زد، المسؤولين في نادي زد بداوا يتكلموا مع النادي الاهلي، زد عايز يتعاقد مع 3 لعيبه من النادي الاهلي. زد عايز يتعاقد مع علي لطفي حارس المرمى، عايز يتعاقد مع رأفت خليل نجم منتخب الشباب ولاعب الشاب في النادي الاهلي، وبرضه عايزين يتعاقدوا نادي زد مع كريم الدبيس، كريم الدبيس اللي هو كان بيلعب في وادي دجله والاهلي اشتراه لعيب من اللعيبه المميزه مواليد 2003. فزد طلب من النادي الاهلي شراء 3 لعيبه، علي لطفي او ممكن ياخدهم اعاره، يعني علي لطفي، رأفت خليل، كريم الدبيس، دول 3 لعيبه الاهلي طلبهم يعني خلال الفتره اللي فاتت. الزمالك كمان يعني فاتح مفاوضات مع لعيبه كتير جدا، هقول لكم بعض الاخبار كده عن الزمالك. يعني مثلا الزمالك بيفاوض ناصر ماهر بقوه، ناصر ماهر لاعب فيوتشر، وناصر ماهر عايز يلعب في الزمالك اللي انا عارفه المعلومه اللي عندي، وبيطالب ناصر ماهر بيطالب الزمالك ان هم يخلصوا المفاوضات مع نادي فيوتشر. هنشوف بقى فيوتشر هيوافق ولا مش هيوافق، ان الزمالك محتاج لعيب بمواصفات ناصر ماهر في نص الملعب، يبقى بلاي ميكر كده في نص الملعب. فمفاوضات قويه جدا ما بين ناصر ماهر والزمالك، لكن القصه ان ازاي الزمالك يخلص موضوع ناصر ماهر مع فيوتشر. الزمالك كمان انا مش عايز احبط الجماهير، لكن الزمالك عنده مشاكل في دفع مستحقات بعض الانديه، زي مثلا موضوع سبورتنج لشبونه وشيكابالا. الزمالك مطالب يدفع 1,400,000 دولار لنادي سبورتنج لشبونه، وعشان خلال يعني الفتره اللي جايه خلال ال 20 يوم اللي جايين عشان ما يحصلش مشكله والقيد يتوقف في نادي الزمالك. اعتقد في مستحقات مش عارف خالد بوطيب اللاعب المغربي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك، مستحقات اتشين بونج اللاعب اللي كان الغاني اللي كان بيلعب في نادي الزمالك، كل دي مستحقات متراكمه على نادي الزمالك لازم الزمالك يدفعها خلال الفتره القادمه عشان ما يحصلش مشكله في القيد بالنسبه لنادي الزمالك، ويعني لا قدر الله الاتحاد الدولي يوقف القيد في نادي الزمالك. فلازم المسؤولين في نادي الزمالك يحلوا المشاكل دي عشان يقدروا يعني ما يبقاش في مشكله في يعني لا قدر الله يحصل غلق قيد ولا حاجه الزمالك ما يعرفش يشتري لعيبه، ان هيحصل غربله كبيره جدا في فريق الزمالك، في لعيبه كتيره هترحل عن نادي الزمالك. وانا برضو مش عايز اقول دلوقتي ان لسه الزمالك بيلعب في الكاس وبيلعب في الدوري، فمش عايزين نقول دلوقتي عشان ما نحبطش الناس، لكن في مجموعه كبيره من اللعيبه هتمشي من فريق نادي الزمالك. الزمالك بيفوض اشرف بن شرقي مره اخرى للعوده، انتوا عارفين اشرف بن شرقي بيلعب في نادي الجزيره الاماراتي، الزمالك فاتح معاه خط جامد جدا
عشان يرجع اشرف بن شرقي، الزمالك عايز يتعاقد مع محمود حماده لاعب فاركو، الزمالك عايز يتعاقد مع هشام صلاح الظهير الايمن لنادي الاتحاد السكندري، في اكتر من لعيب الزمالك عايز يتعاقد معاه خلال الفتره القادمه، ولكن مشكله اللعيبه دي كلها انها مرتبطه بانديه، يعني الزمالك لازم يدفع فلوس عشان يشتريها من الانديه بتاعتها، الزمالك عايز يتعاقد مع ايبوكا المهاجم النيجيري اللي كان بيلعب في سيراميكا وبيلعب دلوقتي في الدوري الليبي، يعني في بعض الاسماء اللي انا بقول لكم عليها الزمالك حاططها اولويه في الموسم القادم. في بعض اللعيبه في نادي الزمالك زي سيف فاروق جعفر، جات لي معلومه ان سيف فاروق جعفر خلاص موقع في نادي بيراميدز بشكل نهائي، انا بقول لكم معلومه بقى، موقع في نادي بيراميدز وخلاص يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر السنه الجايه هتلاقيهم في بيراميدز بشكل رسمي، ممكن لسه ما تمش الاعلان بشكل رسمي لكن انا بقول لكم بشكل نهائي الاثنين في نادي بيراميدز في الموسم القادم. الزمالك برضه باصص على لعيب اسمه احمد خليل بيلعب في نادي الافريقي التونسي، واللعيب ده بيقولوا لعيب كويس جدا وعقده هينتهي مع الافريقي التونسي بنهايه الموسم الحالي، ولكن اللعيب ده احمد خليل اللي انتم شايفينه في الصوره عنده عرض من الامارات وعنده عرض من بلجيكا. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل، انا بقول لكم كل الحاجات اللي هي ممكن تكون على مائده مجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي او اولويات التعاقدات في الموسم القادم. الزمالك عايز يتعاقد مع احمد ميهوب حارس المحله، وكان في جلسه ما بين المسؤولين في نادي الزمالك مع احمد ميهوب خلال الايام اللي فاتت، ولازم عشان احمد ميهوب ينتقل للزمالك لازم اداره المحله توافق، الزمالك بيخلص مع اللعيب بس لسه ما يعني ما خلصش مع اداره المحله، وسمع ان اداره المحله يعني زعلانين وعايزين ان يبقى الاتصالات مباشره ما بين النادي والنادي بعيدا عن اللاعب. يعني زي ما قلت لكم برضو على موضوع محمود حماده، اوزوريو مقتنع بمستوى محمود حماده وعايز يضمه لنص الملعب، خصوصا محمود حماده اصبح لاعب اساسي دلوقتي في منتخب مصر. برضو صحيفه سعوديه اسمها صحيفه الشرق الاوسط بتقول ان الزمالك يطلب استعاره عمر السومه، فاكرين طبعا عمر السومه مهاجم اهلي جده السعودي، وكان السنه اللي فاتت يعني راح اعاره، هو بيلعب في نادي اهلي جده لكن راح اعاره لنادي العربي القطري وشارك مع نادي العربي القطري في الفوز ببطوله الكاس كاس قطر بعد غياب 30 سنة عن النادي العربي، فالزمالك طالب يتعاقد مع عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم، إن الزمالك محتاج مهاجم من العيار التقيل، في كلام اللي إحنا سامعينه خلال الفترة اللي فاتت، الزمالك عايز يتعاقد مع 12 13 لعيب. نتمنى إن الزمالك يعمل فرقة جامدة خلال الفترة القادمة، والأسماء اللي أنا بقولها دي أسماء مميزة جدا، وأسماء نجوم في كل المراكز، إن في مراكز كتير ناقصة في الزمالك. يعني لو مسكنا كده فريق الزمالك من حراسة المرمى الخيط لغاية الخط الهجومي لغاية المهاجم هنلاقي فيه مراكز كتيرة نقص، خصوصا الهاف ديفندر نص الملعب المساكين، ان في عدد من اللعيبة هتمشي من نادي الزمالك في الموسم، الباك ليفت يعني عبد الشافي خلاص هيعتزل، عبد الله جمعة هيرحل، مفيش غير احمد فتوح، الزمالك عايز يمدد عقده وعايز يجيب كمان ظهير ايسر قوي ناحية الشمال في نص الملعب في الحتة اللي انا قلت لكم بتاعت ناصر ماهر، في اكتر سامع اسم برضو يعني محمد هلال لاعب البنك الاهلي، الزمالك برضو حطه من ضمن اللعيبه المرشحين ان هم يضموه في الموسم القادم، يعني اسماء كتيره جدا، ولكن لسه ما فيش حاجه خلصت، كلها مفاوضات كلها محاولات من نادي الزمالك. الاهلي مش هيشتري لعيبه كتير السنه الجايه الا لو هيبيع بعض اللاعبين، يعني انتوا عارفين احمد عبد القادر عنده كان عنده عرض من نادي سيسكا موسكو الروسي، الشناوي انا قلت لكم امبارح كان عنده عرض من النادي السعودي، حسين الشحات عنده عرض من السعوديه وعرض من ام صلال القطري، حمدي فتحي الوكره القطري، يعني في اكتر من لعيب. سمعنا على موضوع محمد عبد المنعم ان جاله عروض جامده من نادي الهلال السعودي لكن قالوا لي ان العروض دي يعني لا مش حقيقيه مش منطقيه، 10 او 12 مليون دولار لا مش منطقيه يعني. فخلينا نشوف، ادينا بنقول الحاجات اللي بتحصل واجدد المفاوضات، مش هقول الصفقات ان هي لسه مش صفقات، هي مجرد ترشيحات ومفاوضات، واللي هيخلص هنقول لكم عليه خلال الفتره القادمه. اتحاد الكوره بيستقر على استمرار قائمه ال 30 لعيب في الموسم الجديد، يعني ايه؟ يعني القائمه بتاعت الفريق الاول في اي نادي هتبقى 30 لعيب فقط، الخمسه اللي هم بتوع مواليد 2001
لا مش هيكون في 30 و5 بلس اللي هو بتوع 2001، لا هم قايمه اي فريق في الدوري الممتاز 30 لعيب فقط، وبرضه في الاقسام الثانيه يعني حتى في القسم الثاني والثالث والرابع. فقايمه الموسم السنه اللي جايه هتكون 30 لعيب فقط. احمد ياسر ريان واحمد رمضان بكم انضم لتدريبات نادي سيراميكا بعد انتهاء معسكر المنتخب، وبيستعدوا مع سيراميكا لمباراه المقاولين العرب يوم الخميس في بطوله كاس مصر. طبعا احمد ياسر ريان واحمد رمضان بكم انضمامهم لمنتخب مصر ان هو اثنين لعيبه مميزين جدا جدا في نادي سيراميكا، ودي لقطات من تدريبات نادي سيراميكا النهارده. بيراميدز كمان بيجهز رمضان صبحي للمشاركه مع بيراميدز خلال الفتره القادمه. بيراميدز عنده ماتش مع الاتحاد السكندري ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في كاس مصر. كان رمضان غايب الفتره اللي فاتت، كان عنده اصابه في العضله الضمه. إمبي عنده مباراه وديه مع اسوان يوم الاربع اللي جاي، ونادي إمبي بيستعد لفرقه بقى وعوده الدوري الممتاز ان شاء الله في نهايه شهر يونيو. إمبي بيستقر ايضا على حل ازمه مستحقات زياد بوخطاس المدافع التونسي. كان طبعا انتوا عارفين قصه زياد بوخطاس مع نادي إمبي، كان رحل زياد بوخطاس على نادي إمبي وعمل شكوى في اداره نادي إمبي ان كان ليه مستحقات ما اتدفعتش، فنادي إمبي تواصل مع المحامي محامي زياد بوخطاس وبيعايز يخلص الموضوع بشكل ودي، يعني ان اتحاد المحكمه الرياضيه الدوليه غرمت نادي إمبي 910 الف دولار، يعني تقترب من المليون دولار، رقم كبير. فنادي إمبي بيحاول يعني يخش في الحلول الوديه مع زياد بوخطاس المدافع التونسي. حسام حسن لسه طبعا بيتعالج، حسام حسن مهاجم سموحه كان عنده اصابه في رجله بيتعالج طبعا. يعني الكل بيستعد، نادي البنك الاهلي بيستعد لمباراه طلائع الجيش في الكاس. مستر بابا فاسيليو المدير الفني طبعا بيجهز الفريق للمباراه القادمه. طلائع الجيش كابتن عبد الحميد بسيوني بيستعد برضه، ولكن بيني وبينكم برضه في بعض الانديه مركزه اكتر في الاستعداد للدوري، يعني ممكن ماتشات الكاس هتلعبها وتهتم بيها وكل حاجه، لكن في بعض الانديه اللي بتحاول تبعد عن منطقه الهبوط مركزه اكتر في ماتشات الدوري. فخلينا نشوف الماتشات القادمه بقى في كاس مصر، وبعديها ان شاء الله هيبقى في ماتشات الدوري باذن الله. النهارده عيد ميلاد الكابتن حسن شحاته طبعا اسطورتنا الكبيره ووالدي العزيز، طبعا بقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد للكابتن حسن شحاته. عاملين تقرير عن كابتن حسن شحاته طبعا مدربنا الكبير واللاعب الاسطوره في تاريخ الكره المصريه. خلينا نروح نشوف التقرير ده عن كابتن حسن شحاته، وبنعيد عليه ونقول له كل سنه وانت طيب، وربنا دايما يا رب كده دوام الصحه والعافيه لكابتن حسن شحاته، ونشوف التقرير ده وبعدين نرجع نكمل تاني مع بعض في كوره كل يوم. من غرفة ملابس الزمالك خمس مرات وكاد يطرد السادسة إلى أسطورة من أساطير القلعة البيضاء والكرة المصرية بل الإفريقية والأسيوية أيضا. كرة بلعبها وانتو مع حسن شحاتة ويقدر يشوت حسن وكاس راحت شمال وكرة حلوة جول برافو حسن برافو حسن. يكفي أن تقول حسن شحاتة لترتسم في ذهنك معالم قصة الكفاح لابن محافظة البحيرة الذي ولد في 19 من يونيو عام 1947 وعشق الكرة منذ نعومة أظافره، فبدأ يمارسها مبكرا في سن العاشرة وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم في مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية لتتطور موهبته تدريجيا بالتزامن مع تطور حبه لنادي الزمالك الذي عشقه منذ الصغر. حسن شحاتة هو جول جول الأول حسن شحاتة وصل خط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومفرق بالجول برافو حسن هيعمل ايه ولعب كرة يا سلام يا سلام برافو. وما أن لفت الأنظار في محيطه حتى انضم لنادي كفر الدوار أحد أندية الدرجة الثانية حينها، وذات يوم من أيام شهر نوفمبر لعام 1966 علم أن الزمالك سيواجه فريق وست هام الإنجليزي،
فنظم مع أصدقائه رحلة إلى القاهرة لمشاهدة المباراة من مدرجات الدرجة الثالثة يمين، التي ستصبح فيما بعد المكان المفضل للجماهير البيضاء. تألق الزمالك وفاز على ويست هام بخمسة أهداف لهدف وبأداء عالمي، ليفصح حسن لأصدقائه. في الإمارات، وبالفعل أقيمت له مباراة اعتزال، ونزل الملعب حاملا نجله كريم
ليفاجأ بهتافات مدوية ترج الملعب من الجماهير التي تطالب فتاها المدلل ونجم شباكها بالعدول عن قراره، صارخة: حسن شحاتة يا حبيبنا وحياة كريم ما تسيبنا، ليقرر العدول عن قراره استجابة للضغط الجماهيري وكذلك الضغط الذي مارسه الرئيس التاريخي لنادي الزمالك محمد حسن حلمي. ولعل تلك العودة جاءت لأن القدر كان يخبئ للكرة المصرية مشهدا خالدا سيظل عالقا بالأذهان، وهو الهدف الذي سجله حسن شحاتة في الأهلي عام 1982 وألغي بداعي التسلل، ولو احتسب لاعتلى الزمالك قمة ترتيب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. ودخل شحاتة في نوبة اكتئاب وعزلة استمرت لأكثر من 10 أيام، لكنه سرعان ما تعافى وعاد ولعب موسما آخر قبل أن يعلن اعتزاله النهائي عام 83. وصل خط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومفرق بالجول، برافو حسن، هيعمل ايه ولعب كورة، يا سلام يا سلام، برافو بالي، حسن شحاتة بيدي له قدام وبيقول له امشي امشي امشي، هو جول هو جول هو جول 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 حسن شحاتة، جول حسن شحاتة، جول اول لنادي الزمالك، لعبها وقته مع حسن شحاتة ويقدر يشوط حسن وقفل على الشمال وكره حلوه، بالعمل حلوة، هو جول حلوة يا حسن، أنهي حياتي الكروية في الملاعب كلاعب كرة بذكرى حلوة أو ببطولة من البطولات، وده طبعا هيبقى بتوفيق من عند ربنا إن شاء الله. بعدها عاد المعلم للتألق محليا من بوابة المقاولون العرب، فقاد ذئاب الجبل للصعود إلى الدوري الممتاز عام 2004، وخطف كأس مصر من الأهلي عبر الفوز بهدفين لهدف، وحصد كأس السوبر بالفوز على الزمالك 4 أهداف لهدفين. محمد عودة ونفس الصور تقريبا ونفس المشاهد، ويرفع الكأس، وهذه المرة كأس السوبر محمد عودة والمقاولين العرب. وبعد قهر القطبين لم يعد هناك ما يمنعه من تولي تدريب منتخب مصر خلفا للإيطالي تارديلي الذي فشل في الصعود بالفراعنة لكأس العالم 2006. وها هو حسن شحاتة الذي ظهر مشجعا للمنتخب في أمم إفريقيا 86 من مدرجات استاد القاهرة، بات الرجل الأول في الجهاز الفني للفراعنة، ومتى؟ قبل بطولة أمم إفريقيا 2006 على أرض مصر ووسط جماهيرها. ليس ذلك فقط، ما صنع من حسن شحاتة لاعبا فذا ومدربا أسطوريا، صال بقميص الزمالك وجال بعلم مصر، وأثبت أنه دائما وأبدا المعلم. بطل افريقيا 2006، بطل افريقيا 2008، ذهبية الألعاب العربية بعد 30 سنة رجعت لمصر. بص شوف البرنس، بص شوف الامبراطور، حسن شحاتة يا عيني، حسن شحاتة يا أستاذ الأساتذة، كم أنت كبير يا شحاتة، كم أنت رائع يا مايسترو. وهو أستاذ النهضة الكروية، وهو أحد نجوم مارشيلو في العرب، المدرب حسن شحاتة. كم أحبك يا شحاتة، لأنك مثال ونموذج للمدرب الوطني، وأثبت أن قوة المنتخب المصري بتكمن في قراءة فنية، تكمن في قراءة زيدانية. الرجل الذي غير التاريخ، كم أنت قوي الشخصية يا شحاتة. وصل خط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومفرق بالجول، برافو حسن، هيعمل ايه ولعب كورة، يا سلام يا سلام، برافو بعلي، حسن شحاتة بيدي له قدام وبيقول امشي امشي امشي، هو جول هو جول هو جول 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 حسن شحاتة، جول حسن شحاتة، جول اول لنادي الزمالك، لعبها وقته مع حسن شحاتة ويقدر يشوط حسن وقفل على الشمال وكره حلوه، بالعمل حلوة، هو جول حلوة.
جول. أنهي حياتي الكروية في الملاعب كلاعب كرة بذكرى حلوة أو ببطولة من البطولات، وده طبعا هيبقى التوفيق من عند ربنا إن شاء الله. والله زمان يا كابتن حسن أحسن لعيب في قارة أسيا وأحسن لعيب في قارة أفريقيا برضه. بطل إفريقيا 2006، بطل إفريقيا 2008، ذهبية الألعاب العربية بعد 30 سنة رجعت لمصر. بص شوف البرنس، بص شوف الإمبراطور حسن شحاتة يا عيني، حسن شحاتة يا أستاذ الأساتذة. كم أنت كبير يا شحاتة، كم أنت رائع يا مايسترو. وهو أستاذ النهضة الكروية، وهو أحد نجوم مارشيلو ليبي العرب، المدرب حسن شحاتة. كم أحبك يا شحاتة، لأنك مثال ونموذج للمدرب الوطني، وأثبت أن قوة المنتخب المصري بتكمن في قراءة فنية، تكمن في قراءة زمنية. الرجل الذي غير التاريخ، كم أنت قوي الشخصية يا شحاتة. كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه، وهو راجل جميل. كابتن حسن ده قيمة حاجة كبيرة وتاريخ كبير. كابتن حسن شحاتة اسم كبير وعالم كبير جدا من أعلام الكرة المصرية، من أفضل نجوم مصر اللي جم أو لعيبة مصر اللي جم على تاريخ الكرة المصرية. رح نستقبل قامة من قامات مصر، رح نستقبل الكابتن حسن شحاتة اللي رفع اسم مصر لعدة مرات. نرجع تاني مع بعض وخلينا نروح اسماعيليه، يعني عايزين نطمن على النادي الاسماعيلي. بقالنا فتره طبعا كان في توقف في الدوري، وكان اخر مباراه للنادي الاسماعيلي في بطوله الدوري خساره من طلائع الجيش 1-0 في ملعب استاد اسماعيليه. فمعانا مراسلنا وزميلنا العزيز من اسماعيليه خالد الكردي، يقول لنا الامور ماشيه ازاي داخل النادي الاسماعيلي واستعدادات النادي الاسماعيلي للفتره القادمه. الاسماعيلي عنده المباراه القادمه مع اسوان في استاد اسماعيليه ان شاء الله. يا خالد ازيك؟ تحدي ليك كابتن كريم وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام. عايزين نطمن عن النادي الاسماعيلي، ايه يعني اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي خلال الفتره الحاليه، الامور ماشيه ازاي؟ عرفنا طبعا تعيين الكابتن احمد عجوز كمدير للكوره مع الكابتن حمزه الجمل في الفريق الفتره فاتت، فانت تقول لنا يعني المستجدات والامور ماشيه ازاي داخل النادي الاسماعيلي. يمكن حضرتك تعلم كابتن كريم موقف النادي الاسماعيلي الصعب في مسابقه الدوري، وخصوصا بعد الخساره الاخيره في الدوري من طلائع الجيش. يمكن دوت ساب اثر في الشارع الاسماعيلاوي وقلق كبير، لان النادي الاسماعيلي كده دخل في مرحله صعبه لا بديل عن الفوز في المباراه القادمه امام اسوان، وبعدين هيلاعب النادي الاهلي، وبعدين هيطلع للداخليه، وبعدين هيختم الاتحاد السكندري. فالامور بقت صعبه جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، ويمكن كان في انقسام وقلق كبير بعد الهزيمه من طلائع الجيش بالنسبه للجهاز الفني. الشارع كان عايز مثلا رحيل للجهاز الفني بقياده الكابتن حمزه الجمل، والناس قالت لا مفيش وقت للرحيل. بس اللي احنا عايزين نقوله ان الجهاز الفني بالكابتن حمزه الجمل كده كده بنهايه مده اللجنه، هو متعاقد من مده بتاعه اللجنه المعينه، يعني هو اساسا هينتهي عقده مع النادي الاسماعيلي بانتهاء فتره اللجنه المعينه، وهيبقى ملوش اي ارتباط بالنادي الاسماعيلي في الموسم الجديد، لان هيبقى في انتخابات في شهر 8 وهيحدد مجلس اداره جديد وهو اللي هيبقى هيختار. فعشان كده كانت الاجتماعات اللجنه المعينه سريعا واصدرت بعض القرارات ان هو استمرار كابتن حمزه الجمل، ولابد تعيين مدير كوره قوي خلال الفتره القادمه، وكان الاختيار الكابتن احمد العجوز بالاجماع ان هو راجل عنده خبرات. والكابتن احمد العجوز يعني مش غريب عن النادي الاسماعيلي، قاد النادي الاسماعيلي فنيا طبعا، ودايما ابناء النادي في المواقف الصعبه موجودين. فاللجنه اختارت كابتن احمد العجوز لما يتمتع به من شخصيه قويه يقدر يساعد بيها الفريق ويقدر يساعد بيها الجهاز الفني،
ويقدر يساعد اللعيبه في الفتره الصعبه اللي النادي الاسماعيلي بيقابلها الفتره الجايه كابتن كريم. النادي الاسماعيلي برضو عندنا اللجنه خدت بعض القرارات، قسمت الفريق نصين، الناس اللي هم مش محتاجينهم من بدايه الموسم الجديد بيتمرنوا لوحدهم قبل التمرين الاساسي، كان ابرزهم صالح احمد صالح جمعه واحمد محسن وحمدي النجاز وعمر الوحش وعبد السميع. اللعيبه ديت يمكن خلاص، يمكن اللجنه شافت ان هم مش هيبقى ليهم يا كابتن كريم دور السنه الجايه، دور السنه الجايه، فبالتالي يتمرنوا لوحديهم قبل الفريق لوحدهم. وفي نفس الوقت اللجنه بدات تتعامل مع حمدي النجاز ان هم يا كابتن كريم يحاولوا ينهوا التعاقد بصفه وديه، لان حمدي النجاز بالتراضي مبلغه طبعا وصل لمرحله صعبه جدا، حوالي يخش له في 30 مليون 40 مليون، وانت عارف طبعا مشكله النادي الاسماعيلي والانديه الجماهيريه هي الازمات الماليه، واحنا كمان ده انا لسه هقول لك كمان احنا عندنا مشاكل ثانيه، يمكن برضه فراس شواط رغم ان هو متواجد لكن في تخوف من هروبه، في تخوف لانه هو بدا بالفعل ياخد خطوات يا كابتن كريم بتقاضي النادي الاسماعيلي للحصول على حقوقه، مستحقاته ما خدهاش، مستحقاته بالظبط كده. فعندنا مشاكل كتير قوي في النادي الاسماعيلي وفي الشارع الاسماعيلاوي، يمكن الفتره دي فتره صعبه جدا على النادي الاسماعيلي، ويمكن مباراه اسوان هتبقى هي عنق الزجاجه بالنسبه للنادي الاسماعيلي هذا الموسم، لا بديل عن الفوز، لان لو لا قدر الله حصل اي شيء يا كابتن كريم الموضوع هيبقى صعب جدا. ولو خليني اقول لك كمان عندنا يعني مشاكل، لو قلت لك اللعيبه والديون اللي على النادي الاسماعيلي الفتره الجايه، يمكن انت يعني انا مش عارف انت، ما انا هسيب التعليق بقى لحضرتك. انا مش عايز بس يعني اتكلم في ارقام يا خالد في التلفزيون، عايزين برضو نحافظ على السريه بالنسبه للديون والحاجات دي، وان شاء الله يعني النادي الاسماعيلي قادر باذن الله ان هو يتخطى الحاجات. بالنسبه لاستعدادات النادي الاسماعيلي في اللعيبه، انا سامع عوده عبد الرحمن مجدي من الاصابه وانتظامه في التدريبات، يعني هل صفوف الاسماعيلي اصبحت كامله بعد عوده اللاعبين المصابين؟ احنا طبعا كل اللعيبه رجعت يا كابتن كريم، بالفعل زي ما حضرتك بتقول كل اللعيبه جاهزه لمباراه اسوان، لان الفتره الطويله طبعا من بعد مباراه طلائع الجيش حتى مباراه اسوان فتره كافيه، مباراه النجوم كمان في الكاس وخروج الاسماعيلي برضه كانت مشكله. بالظبط كده. احنا عندنا الكابتن حمزه بدا يعمل مباريات وديه وبدا يقف بقى على الفتره القادمه للعيبه الاساسيه، والجهاز الطبي شغال بقوه لعوده كل المصابين، لان ما فيش فتره وما فيش وقت اصلا يا كابتن كريم، وحضرتك عارف ان الفتره اللي جايه اربع مباريات صعبين جدا، وموقف النادي الاسماعيلي معرض لهبوط ما حصلش من فتره كبيره جدا. فانا بطمنك ان بالنسبه للاعيبه النادي الاسماعيلي والجهاز الفني وجود الكابتن احمد العجوز، لا النادي الاسماعيلي بيحاول بقوه ان هو يقدر يلم الفتره القادمه لاستعدادا لمباراه اسوان، وما فيش اي مشاكل فنيه بالنسبه للاعيبه الحاليه، ما فيش اصابات، ما فيش اي مشاكل، ما فيش ايقافات، فالدنيا هتبقى على مباراه اسوان بعد 9 ايام او بعد اسبوع يبقى النادي الاسماعيلي في اتم الاستعداد لهذه المباراه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا طبعا مراسلنا وزميلنا العزيز خالد الكردي من اسماعيليه، نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاسماعيلي، ونتمنى التوفيق ايضا لنادي اسوان، طبعا الناديين يعني عزاز على قلبنا سواء الاسماعيليه او اسوان، ان شاء الله الافضل يفوز خلال الفتره القادمه، والاثنين في موقف صعب سواء الاسماعيلي او نادي اسوان، نتمنى التوفيق للفريقين ان شاء الله والافضل يفوز في المباراة القادمة بإذن الله. طيب خليني أقول لكم برضو الأهلي هيلعب مع الزمالك في الباسكت بقى في كرة السلة في كاس سوبر السلة يوم 20 أكتوبر في البحرين. اتحاد الكرة السلة المصري عمل بروتوكول مع الاتحاد البحريني اللي هتتلعب مباراة السوبر في الباسكت ما بين الأهلي والزمالك في البحرين يوم 20 أكتوبر إن شاء الله في المنامة يعني العاصمة البحرينية، والسوبر هيتلعب ما بين الاهلي واخد الدوري واخد الكاس، لكن الزمالك هو وصيف كاس مصر، وبالتالي السوبر هيكون ما بين الاهلي والزمالك في البحرين في الباسكت يوم 20 اكتوبر القادم، يعني بعد حوالي 4 شهور ان شاء الله. في بطوله افريقيا للسلاح بتتلعب في مصر حاليا، ومصر ما شاء الله مسيطره على الميداليات في اليوم الاول، وقدر المنتخب المصري ان هو يكسب 5 ميداليات من اصل 8 ميداليات في اليوم الاول لبطولة أفريقيا للسلاح. كان أبرز الميداليات فوز محمد ياسين بذهبية سيف المبارزة بعد ما فاز على زميله المصري محمد السيد 14-10، 5 ميداليات لمصر
في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح. عندنا برضو سلاح الشيش بالنسبة لفردي السيدات يارا الشرقاوي برضو كسبت الميدالية الذهبية بعد برضو ما كسبت زميلتها المصرية نورة منير 15-9، يعني دول الذهبيتين اللي احنا قدرنا يعني نفوزهم في اليوم الأول، ذهبية زي ما قلت لكم ذهبية محمد ياسين وذهبية يارا الشرقاوي. مبروك كده لمصر إن شاء الله، ودايما انتصارات وبطولات في بطولة أفريقيا للسلاح اللي بتقام هنا على صالة كابتن حسن مصطفى. وهنروح بقى للسكواش، واحنا دايما كل اسبوع او كل يعني يومين ثلاثه بنتكلم على السكواش المصري. النهارده رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش نزلت التصنيف العالمي، وعندنا نوران جوهر بتحافظ على صداره التصنيف العالمي للاسبوع الثالث على التوالي. نوران جوهر تصنيف كل شهر او كل اسبوع بينزل. نوران جوهر اهو في المركز الاول، بصوا عندنا الثلاثه اللي في الاول مصريات، نوران جوهر رقم واحد، نور الشربيني رقم اثنين، هانيا الحمامي رقم ثلاثة، وعندنا نور الطيب رقم ستة، وعندنا كمان روان العربي رقم عشر. ما شاء الله خمس لاعبات في التصنيف العشرة الأوائل على مستوى العالم في الاسكواش. طيب بالنسبة للرجال برضو عندنا في تصنيف الرجال في الاسكواش علي فرج بيتصدر بيحافظ على الصدارة زي ما انتم شايفين، هو علي فرج، وعندنا مصطفى عسل كمان في المركز الرابع، ومروان الشرباجي في المركز السادس، ومازن هشام في المركز الثامن، وفي المركز التاسع كمان طارق مؤمن، برضو خمس لاعبين مصريين في التصنيف العالمي العشرة الأوائل على مستوى العالم. خلينا نروح لنجم من نجوم الكرة المصرية المميزين جدا، كان لعيب حريف جدا ومن النجوم اللي عملت تاريخ كبير قوي مع منتخب مصر وتاريخ كبير في الاحتراف خارج مصر في بروسيا دورتموند وفي ماينز وفي الدنمارك، ويعني من النجوم الحريفه جدا اللي لعبت مع منتخب مصر وقدر يحصل على بطولتين افريقيا 2008 و2010. النجم كبير طبعا محمد زيدان، نجم مصر طبعا ومن اللعيبه الكبيره في تاريخ الكره المصريه. يا زيزو ازيك يا زيزو؟ كيمو اخبارك ايه يا نجم؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الاخبار وحشنا جدا، لكن بنستمتع بيك دايما في قناه اون تايم سبورتس وتحليلك لماتشات الدوري. يا حبيبي ربنا يخليك يا كريم، تسلم. والله انت اللي وحشني جدا. الله يخليك يا زيزو. يعني طبعا الفتره اللي فاتت كان الاهلي في نهائي بطوله افريقيا، عايز اعرف رايك منتخب مصر ماتشين مع مستر فيتوريا في تصفيات المؤهله لامم افريقيا وفوزنا على غينيا 2-1، مباراه جنوب السودان، عايز بس اعرف رايك في الاهلي وفوزه ببطوله افريقيا في البدايه. يعني والله حاجه مشرفه جدا، ومبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير ويعني حاجه بتشرف الكره المصريه وتاريخ الكره المصريه وعلاقه الكره المصريه في افريقيا بالتحديد وعالميا طبعا. اكيد طبعا بنفتخر ان احنا يبقى دايما عندنا نادي بيرفع من القيمه بتاعتنا او القوام بتاعنا في افريقيا. طبعا الانديه الكبيره كلها اللي بتشرف مصر في البطولات الافريقيه، سواء النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي بيراميدز لما بيلعب في افريقيا او في الكونفدراليه او في البطولات الكبيره، بتبقى حاجه كبيره جدا. وبالذات بقى مش انك بتلعب وخلاص يا كريم، ان انت لما يبقى في نادي بقى بينجز بيحقق انجازات بالظبط وبيجيب القاب، هو ده في الاخر، مش ان انت تلعب، انت في الاخر زي ما احنا مثلا يا كريم منتخب مصر يعتبر هو زعيم الكره الافريقيه او زعيم افريقيا بالبطولات، مش بانك بتلعب بطولات، بالارقام. صح، انت في الاخر الارقام هي اللي بتتكلم. فالنادي الاهلي اللي بيعمله انه في الاعلى الارقام بتاعته بتخليه هو لوحده في حته بعيده عن كل الانديه اللي في افريقيا، مش مصر بس. بالظبط، دي اول حاجه. تاني حاجه يمكن انا الكلام ده قلته يا كريم مع بعض الزملاء في بدايه الموسم دون، ومع صحابي عامه او في الناس واحنا بنتكلم ونقول النادي الاهلي كان معرض ان هو ما يكملش في البطوله في دور المجموعات. صح، وكان نتائجه في الاول ضعيفه وصعوده من دور المجموعات كان صعب في الاول، بس النادي الاهلي اوقات بيبقى مثلا محتاج بعض اللق شويه في الاول، بس لما بيدخل في الجد بتلاقي ان فعلا النادي الاهلي
زي مثلا كانك بتتكلم عن ريال مدريد في اوروبا، ان هو في الاخر لما بنوصل في الادوار اللي بتوصله ان هو يوصل للنهائيات بيعرف ازاي يكسب. صح صح، بيعرف ازاي يجيب لقب، في تركيز شديد كمان جدا يعني. ايه وكان ايه وايه بيقول لك في تركيز، بيبقى في تركيز كبير جدا، التركيز بيعلى. ما انت كل ما بتروح للادوار اللي بعد كده، الادوار بقى الحاسميه دي، بيبقى التركيز بيعلى، وتلاقي ان الـ خلاص الاداره بتبقى عارفه هي عايزه ايه من البطوله دي، مش تواجد وخلاص، انت خلاص داخل بطوله، فانت من الفرق المرشحه داخل بقى في الادوار البعيده اللي انت دور الثمانيه، دور ال 16، دور الثمانيه قبل النهائي، بتلاقي نفسك خلاص دخلت في الكاد. لما بتخش في الكاد بتبقى عارف تكسب ازاي وتخلص ازاي بالظبط. وفي الاخر احنا بغض النظر بقى، اتقال ان الاهلي لو كان لاعب صن داون كان ممكن الماتش هيبقى اصعب عن الوداد او الاهلي. في الاخر الاهلي انا اعتقد الاهلي بقى خلاص من من الفرق اللي ما بيفرقلوش هو بيلعب مين، هو بيروح يلعب عارف ان هو عنده ماتش على ارضه وماتش بره ارضه، بيعرف ازاي يتعامل صح، بيعرف ازاي يخلص صح، لعيبته بتعرف تركز ازاي في لقب وبطوله، وبيعرف ازاي يخلص، وعمل كده اكتر من مره صح صح. والماتش ده في الاخر انا من وجهه نظري ان حتى لو كان الاهلي هيلاعب صن داونز كان هيكسب البطوله، لانه في الاخر بيعرف ازاي يكسب البطوله. اكيد. بالنسبه لمنتخب مصر، يعني شفت المعسكر الاخير ازاي، الفوز على غينيا، الفوز على جنوب السودان، الوصول لامم افريقيا وتحقيق الهدف في المرحله دي. شايف طبعا ان المنتخب يعني بيمر بحاله كويسه، بحاله ايجابيه كويسه جدا، لعيبه مع بعضهم، الجهاز الفني بالكامل، في روح جميله جدا بين اللعيبه، في حاله يمكن انا حاسسها وشايفها، في حاله فيها استقرار في الامور الفنيه والامور اللي بين اللعيبه بعضها، روح جميله. شفنا ان الفريق عرف ازاي يحول نتيجه سلبيه لان هو يفوز، تعرف ازاي ان انت تلعب ماتش يجي فيه الجون تعرف تحول النتيجه دي لانك تكسب، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، عامل مهم جدا لاي فريق يا كريم، ان الفريق ازاي ما بيستسلمش للنتيجه، والماتش ما يسيبش الماتش شغال، بيفضل مكمل للاخر. وشايف مع الجهاز الفني الجديد ماشيين بشكل كويس جدا، النتائج كلها ايجابيه، وفي لعيبه بدات تظهر وبدات تلمع بدا المنتخب يعتمد عليهم، واحنا بنبقى مبسوطين دايما في الاخر، الكوره عايزه نتائج، والنتائج طول ما بتبقى نتائج ايجابيه انت بتبقى مبسوط ومرتاح، والناس بتبقى مبسوطه، وفي الاخر المكسب هو اللي بيخلي الناس الشارع يبقى يعني الشارع يبقى فيه فرحه. بالظبط. طيب عايز بقى اسال زيزو سؤال بقى شخصي بالنسبه لك. محمد زيدان نجم كبير طبعا في منتخب مصر وفي الاحتراف خارج مصر، ويعني عملت تاريخ واسم كبير جدا، ليه زيزو بعد ما اعتزل كرة القدم ما دخلش في مجال التدريب؟ يعني اتجهت للتحليل، مجال البيزنس شوية، لكن في كرة القدم ما نزلتش او ما رجعتش الملعب تاني كمدرب او كمدير كرة او كأي منصب داخل الملعب. انت عارف يا كريم، انت اكثر واحد عارفني، يعني احنا عشرة ايه مثلا 15 سنة 20 سنة، في الاخر يعني انت عارف دماغي وعارف ثقافتي شويه، انا ممكن بحب الفريدم اكتر من ان انا ابقى يعني مثبت نفسي في حاجه. خلي بالك برضو مجال التدريب ده مجال سهل، محتاج فيه تركيز عالي جدا، محتاج فيه ديديكيشن عاليه جدا، انت ما بتبقاش انت مسؤول على انك انت تبقى مسؤول عن نفسك بس، لعيب الكوره انا دايما بقول كده، لعيب الكوره هو بيعمل اسهل حاجه في الشغلانه بتاعت كره القدم، ان هو داخل يلعب كوره محتاج تركيز، بس انت داخل تركز على نفسك وعلى ادائك. بالظبط. الموضوع الثاني بقى ان انت تبقى مدير فني، انت بتبقى مسؤول عن منظومه بالكامل، جهاز بالكامل، ستاف بالكامل، مسؤول عن 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 النجاح المنظومه دي، مسؤول عن اللعيبه كلها. فالمدير الفني ده او مجال التدريب بالتحديد محتاج ان انت تبقى 100% ديديكيتد، 100% مركز فيه بنسبه عاليه جدا جدا جدا، مفيش فيه هزار، وفي نفس الوقت ان انت تبقى عارف ان المسؤوليه ان انت خلاص بقيت الاب. يعني انا بشوف ان 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 المدير الفني ده وبالذات المدير الفني الناجح بيبقى هو اب المنظومه دي. بالظبط. تبقى انت مسؤول بقى مش اب اسره اللي هو منظومه نادي باكمله. نادي بالكامل. بالظبط. في الاخر وهو اول واحد بيقف وش المدفع. بالظبط. النتائج ما بتبقاش كويسه، انت اول واحد اللي بتشيل الليله. طيب عايز اسالك سؤالين برضو، بما انت يعني
طبعا كنت نجم كبير جدا في الدنمارك وايضا في المانيا. هسالك في اتنين لعيبه مصريين، امام عاشور راح ميتلاند الدنماركي بس شكل الامور مش ماشيه بشكل كويس، شايف مستقبل امام عاشور فين يا كابتن زيدان؟ هل هيعود مره اخرى رغم ان هو طبعا كان مدفوع فيه رقم كبير من ميتلاند لنادي الزمالك؟ بس والله يا كريم انا يعني تاني زي ما بقول ان لعيب الكره المصري بص يعني قليلين قوي اللي بيسافروا وبعد كده بيبقوا في الاول، هم لما بيروحوا هناك الدنيا بتمشي معاهم بالطريقه اللي هم منتظرينها او هم مثلا شايفينها او هم عايزينها. تمام. لعيب الكوره المصري لازم تفهم ان الكوره محتاجه فيشن، محتاجه ان يبقى عندك صبر وعندك عزيمه وعندك ان انت تبقى فاهم ان انت في الاخر رحت. يعني امام عاشور اعتقد بدايته في الدوري او في بدايته اول ما راح في اوروبا كان بطوله الاتحاد الاوروبي، جاب جون في الاتحاد الاوروبي، جاب جون الماتش اللي بعده في الدوري، اول ماتشين جاب جون في الاتحاد الاوروبي وجاب جون في الدوري، فبدايه جامده. فبعد كده الدنيا بدات تنزل شويه بسبب بقى ان هو لسه جاي جديد ما تاقلمش بسرعه، فبدا يلعب يقعد يلعب. بس انا شايف امام عاشور كان رايح هناك على بلان كبير، هم شارينه برقم كبير زي ما انت قلت، عايزين يستثمروا ويبيعوه النادي اكبر في حته وعايزين اكبر، عايزين يستثمروا فيه. ونادي ميدلاند بطل الدوري، نادي كبير بيلعب في اوروبا، نادي من الانديه اللي هو المفروض اصلا ان هو محطه للانديه الكبيره في اوروبا. أيوة. فانت النهارده هتروح، انت عارف ان الموضوع هياخد منك وقت شويه، بس انت رايح نادي المفروض جايبك عشان يبني عليك بلان كبير مش بلان صغير. يعني انت بتنصح امام عاشور بتقول له اصبر اشتغل عشان بعد كده تروح نادي اكبر، لكن مش بالسهوله نادي ميتلاند يعني يبيع امام دلوقتي. بص هم زي بص يا كريم، مفيش نادي في اوروبا بيتمسك بلعيب مش عايز. الصوت بعد يا كابتن زيدان شويه، الصوت بعد. نادي في اوروبا، مفيش نادي في اوروبا كريم بيتمسك في لعيب بيبقى هو عايز يمشي. مش زي عندنا هنا في مصر، انت هنا اللعيبه بتبقى عايزه تمشي الانديه بتمسك فيها. لا طب يعني امام عاشور عايز يمشي دلوقتي هيبيعوه؟ لو هو اللي ما عايز يمشي وهو اللي مش مبسوط وبدا يدي اتيتيود ان هو مش عايز يكمل. ده بيحصل دلوقتي. واعتقد ده بيحصل دلوقتي، كلنا شايفين ده وكلنا حاسين ده، وده اكبر غلطه. لان في الاخر انت يعني معلش يا كريم، اما تبقى انت لعيب كوره واجيبك والنادي يستثمر فيك ويثق فيك ويجيبك يمضي معاك عقد 4 سنين، مش بعد 6 شهور تقول لي انا خلاص ما جبت يعني عجبت اخري، او مثلا ما عنديش الاراده ان انا اتحمل الصعوبات. وما احنا كلنا يعني في الاخر كلنا محمد صلاح ماشي. انت شايف موقف النادي الدنمارك هيبقى ايه؟ طيب يا زيزو يعني هيسيبوه يمشي فعلا او هيبيعوه بالارقام؟ يعني الموقف هيكون ايه؟ هم في الاخر لو هو ادى الاديس ولا حاجه مش هيفضل قاعد معاهم ومش هيكملوا، وهيمشي. هو هيمشي عشان هو اللي عايز يمشي مش عشان هم اللي عايزين. انا فاهم، بس الفلوس اللي هم دافعينها هيعملوا فيها ايه؟ يعني افرض ما قدروش يجيبوا عرض ب 3 مليون دولار عشان يبيعوا امام عاشور، هيبقى عندهم بقى كومبرومايزنج ان هو في الاخر هيبيعوه، يا اما يجيبوا نفس الارقام يا اما هيكثروا فلوس. وكل وانديه اوروبا ما اعتقدش ان يبقى عندها مشكله في انها تخسر عن يعني اكتر ما ان هو يتمسك بلعيب مش عايز يقعد. طيب اعتقد ده بالنسبه لامام عاشور. بالنسبه لمرموش، انتقاله من فولفسبورج لانتراخت فرانكفورت، شايف ان ده يعني انتقال اعلى؟ يعني انتراخت فرانكفورت اعلى من فولفسبورج؟ بص الاثنين في مكانه واحده في الدوري الالماني، يعني فولفسبورج كان من كام سنه كان من الانديه الكبيره او من الانديه القويه زي ما كان شالكا موجود في الدوري الالماني نادي كبير. انت عارف الانديه الالمانيه بتلاقي دايما الانديه الالمانيه فيها انديه بتبقى بص الانديه الالمانيه هتلاقي هم ناديين ثلاثه هم اللي فوق وبقيه الانديه بعيد عنهم بشويه. فرانكفورت بيطلع وبينزل، شالكا بيطلع وبينزل، هامبورج الدرجه الثانيه بقاله سنتين ثلاثه مش عارف يطلع ممتاز. اينتراخ فرانكفورت نادي كبير عريق، الانديه الالمانيه كلها كبيره لان عندها كلها جماهيريه كبيره، كل نادي ينتمي لولايه او ينتمي لبلد فعنده جماهيريه كبيره جدا. نادي فرانكفورت في الفتره الحاليه نادي كبير جدا اخر سنتين. يعني انت شايف ان المحطه دي افضل بالنسبه لمرموش من فولفسبورغ في الوقت الحالي؟ نادي فرانكفورت يعني محطه احسن. انا اللي عاجبني في مرموش يا كريم ان هو دايما في انتقالاته، مش انتقالات بتنزل، انتقالات يا نفس الليفل اللي هو فيه، يعني ليفل اعلى سنه. لسه ما راحش للليفل بقى ان هو مثلا يتنقل من بايرن ميونخ او بروسيا دورتموند او من بروسيا دورتموند او لحاجه كبيره، بس في الاخر هو في حته جامده في الدوري الالماني بيلعب في الدوري الممتاز، انديه كلها ليها جماهيريه كبيره،
بيتنقل زي ما انا لما كنت في الدوري الالماني. انا في الاخر انا كنت بتنقل من ماين الاول، رحت بردا بريمن، رحت ماين عشان اثبت نفسي مع يورجن كلوب، بعد كده رجعت بردا بريمن، بعد كده رحت هامبورغ وماين، وبعد كده قمت رايح دورتموند كسبت معاهم الدوري، وبعد كده قمت رايح ماين. في ان انت تتنقل في الدوري الالماني انديه كتير وتاخد خبره انديه كتير وتاخد شعبيه جماهيريه كتيره في انديه كتيره في المانيا في نفس الليفل، دي حاجه حلوه. لغايه بقى انت هتلاقي، خلي بالك هو لسه صغير كمان، خلي بالك يعني لسه صغير. اللي انا قصدي اقوله عمر لو فضل ماشي بالمستوى ده هتلاقي فجاه يا كريم زي ما انا عملت بالظبط، انا فضلت ماشي في الليفل ده كذا سنه وفجاه انا ريتني عيني جدا 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 ان انا في سنه عملت موسم جامد جدا، عرفت ان انا اثبت نفسي في حته معينه في الدوري ان انا اقدر اروح من خلالها دورتموند واكسب معاهم الدوري. بالزبط. هو هيفضل ماشي في الليفل ده لغايه لو فضل مركز وشغال على نفسه زي ما هو بيعمل، هتلاقي في موسم من المواسم مثلا عمل موسم جامد جدا جدا فراح حته اعلى جامد. بالظبط يوم نطت النطه الكبيره دي. يعني مثلا هقول لك انا مثال، مثلا يعني حاجه من الحاجات برضو اللي انا بشوفها من اللعيبه يا كريم اللي انا لعبت معاهم ما كنتش متخيل ان هو يوصل للليفل ده، بس وصل له عشان التركيز. اللي انا شايف عمر مرموش لو ركز هيقدر يوصل لها. شوف مواتينج بتاع منتخب الكاميرون، انا لعبت معاه في هامبورغ وهو عنده 18 سنه ولعبت معاه في ماينز، كان بيقعد لي احتياطي وكان بيلعب معايا كل حاجه ما شاء الله عليه. بص راح من الدوري الالماني من ماين، احترف في الدوري الانجليزي في نادي صغير مش فاكر كان اسم النادي ايه اللي راحه، لو يعني لو تذكرني كان نادي افريج في الدوري الالماني وبقى في الدوري الانجليزي، وبعد كده فجاه من الدوري الانجليزي راح باريس سان جيرمان. بالظبط يعني راح حاجه كبيره قوي. صح. ومن باريس سان جيرمان راح بايرن ميونخ دلوقتي ما شاء الله ثلاث مواسم على التوالي بطل الدوري، كسب شامبيونز ليج معاهم، لا عامل شغل كويس جدا في الدوري الالماني، كابتن منتخب كاميرون، بقى في حته هو خلاص حط نفسه في الحته اللي هو اشتغل على نفسه سنين كتير قوي عشان يوصل فيها. عمر لو ركز، هو لسه صغير، مش احنا مش مطلوب مننا احنا نشوف عمر في بايرن ميونخ دلوقتي. طيب. بس مطلوب مننا ان احنا نشوف يعني يفضل هو مكمل بالشكل دون ويفضل المستوى ده ويطور من نفسه كل سنه وكل موسم، ان احنا يعني فجاه نلاقي عمر مرموش في حته كبيره جدا. ان شاء الله هو يقدر يوصل لها لان امكانياته لعيب كويس جدا، امكانياته كويسه، مع الوقت هيقدر يطور نفسه يبقى في مكانه كويس ان شاء الله. بشكرك يا زيزو، يعني بشكرك على مداخلتك واتمنى لك دايما كل التوفيق حبيبي كريم. الله يخليك. بنشكر كابتن محمد زيدان طبعا نجم الكره المصريه. هنطلع فاصل نستقبل ناقدنا الرياضي الاستاذ احمد القصاص والحلقه الاخيره عن دوري الممتاز به، وهنستعرض طبعا الثلاث فرق اللي صعدوا وهنشوف اخباره الجديده عن دوري المحترفين في الموسم القادم، وطبعا استاذ احمد القصاص بيبقى عنده دايما كل جديد في دوري القسم الثاني. انتهى كده خلاص دوري القسم الثاني، دوري الممتاز به بصعود الجونه وزد والبلديه المحله، ولكن لسه في دوره ثلاثيه لاصحاب المركز السادس في الثلاث مجموعات، المنيا من مجموعه الصعيد، المصريه اتصالات من مجموعه القاهره والقناه المجموعه الثانيه، وايضا بروكسي من المجموعه الثالثه، اثنين منهم هيلعبوا السنه الجايه في دوري المحترفين ان شاء الله. خلينا بقى يعني بعد مجهود شاق وموسم طويل نحيي الاستاذ احمد القصاص على المجهود اللي عمله معانا السنه دي والماتشات والاهداف وترتيب المجموعات واللي كان يعني بيجيب لنا كل المعلومات عن دوري القسم الثاني، والنهارده الحلقه الختاميه بقى لدوري القسم الثاني. استاذ احمد ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مجهد انت من الموسم ده؟ اه طبعا مجهد، لان ما بنمشي. انت بتقعد قبل الحلقه بثلاث ايام صاحي تتعد الحلقه، وبعدين ده انا اذا حكيت على اسرار المدربين بيبعتوا لي الماتيريال ديت الفجر و6 الصبح، جمعه مشهور من كل مدربين مصر بصراحه يعني. أيوة. فكان مجهود شاق معايا محمد الشامي طبعا. طبعا بس طبعا احيي احمد عصام لان بصراحه ده حاجه زميلنا في الاعداد. اه زميلنا في كل طاقم العمل، يعني الناس بيشتغلوا ب ب ب ب ب يعني بمجهود رائع وخارق. طبعا. لكن احمد عصام ليه معزه خاصه لان هو اشتغل شغل خاص يعني. طبعا. طيب هل الثلاث فرق اللي صعدوا هم اللي يستحقوا الصعود، الجونه زد بلديه المحله؟ زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا اي ناس بتتكلم وبتقول كلام ملوش لازمه ده مش صحيح. الفوارق الفنيه في زد
عن اي فرقه تانية في مجموعه القاهره، لا زد ليه الاحقيه في الصعود. تمام. مجدي عبد العاطي خد زد في ليفل تاني خالص. يعني انا كنت اتوقع ان مجدي عبد العاطي يحسم نظرا للفوارق الكبيره بينه وبين كل فرقه المجموعه، يحسم قبل نهايه الدوري بخمس ست اسابيع. ايوه. نفس القصه البلديه، احمد عبد الرؤوف كلها الفرقه مستوى يعني متقاربه المستوى في مجموعه بحر، سواء ابو قير مع ايمن مزين، سواء طنطا مع عمرو انور، ديكيرنس، كل فرقه متقاربه المستوى. لكن كانت المفاجاه بالنسبه لي، وده بعد مجهود شاق، يعني خلاص اللعيبه جابت كل اللي عندها. أي. اجهاد بقى ديكيرنس، النتيجه كانت تقيله عليهم، لكن هم تعبهم، ادوا موسم قوي صعب عليهم. نفس القصه في الجونه، الجونه ولافينا اقرب فرقتين كان يدخل معاهم هشام عبد المنعم، لكن الفوارق الماليه حط هشام عبد المنعم بترول؟ البترول، بترول اسيوط. لكن الفوارق الماديه برضو واللعيبه الامكانيات الماديه، يعني الجونه صرف برضو مبالغ كبيره. يعني انت عندك لعيب واحد في الجونه زي نور السيد بفرقه كامله في الصعيد، فانت النهارده في فوارق. يعني اي حد يتكلم يقول لك في اي كلام خارج الترابيزه، لا مستوى الثلاثه يستحقوا عن جدار الصعود بامانه الثلاث فرق. لكن كان ابو قير، انا حزين ليه ابو قير برضو، يعني معلش ابو قير الاسمده، ابو قير الاسمده لا مستواها عندها مجموعه لعيبه، يعني عاملهم 12 13 لعيب يلعبوا ممتاز مستريح. فهم اتظلموا واتظلموا تحكيميا في بدايه الموسم. بروكسي نفس القصه، بروكسي عنده فرقه لا كنت اتوقع انها هتنافس، بروكس برضو بس خدوا سادس هيلعبوا 11 ماتش اتظلموا تحكيميا. برضو دي عوامل، واول سنه برضو دي فرق يعني ايه في بحري بس، لكن بقيه المجموعات لا الامر طبيعي. حتى في المركز في الاربعه اللي هم المحترفين برضو الوضع تمام ما فيهوش كلام. يعني هو كده صعد من المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الصعيد لدوري المحترفين لافينا وبترول اسيوط والنصر التعدين والمقص، وهنشوف بقى المنيا حسب الدوره الثلاثيه بالظبط. بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي صعد لدوري المحترفين، وادي دجله والسكه الحديد والقناه وبتروجيت، وهنشوف المصريه اتصالات في دوره الترقي بتاعه المركز السادس. بالنسبه للمجموعه الثالثه اللي صعد لدوري المحترفين في الموسم القادم، طنطا، ديكيرنس، ابو قير الاسمده، جمهوريه شبين، وهنشوف بروكسي. يعني في اتنين من بروكسي والمنيا والمصرية اتصالات بالظبط هيلعبوا في دوري، هيلعبوا ماتش قبل العيد يوم 25 بالظبط، والماتشين التانيين بعد العيد بالظبط. برضه عايز اوضح للناس، ناس كتير اتكلمت على ليه ما، يعني مثلا كابتن نبيل محمود او جماهير المنيا كلها كلمتني ليه ما نلعبش في القاهره او في الاسماعيليه. لا انا بقول لهم ان لجنه المسابقات بذلت جهد خارق لايجاد ملعب في، يعني كانوا هم اتفقوا مع السكه، لكن السكه فيه اصلاحات الايام اللي جايه. أيوة. فحاولوا يعملوا الماتشات في القاهره، لقوا كل الملاعب اللي كلها مرتبطه بالدوري ممتاز، في كاس مصر، عشان كده نقلوا استاد اسكندريه هو اللي موجود ايه متاح ليهم، يعني حلو جدا واستاد كويس. وبعدين انا بقول لبتوع لجماهير المنيا، ما هو اسكندريه زي القاهره، يعني ما هوش يعني بعيد عن بروكسي ومحايد عن بروكسي ومحايد يعني عن المصريه اتصالات. الحاجه الثانيه انا بطالب، وده من زمان بتكلم فيه، اتمنى بقى مره نشتغل زي بره. انت عندك ثلاث مدربين شباب، احمد عبد الرؤوف 37 سنه، احمد مصطفى بيبو 46 سنه، مجدي عبد العاطي 46 سنه، ثلاث مدربين شباب صعدوا، انت ليه ما تاخدهمش وتتبناهم؟ انا سامعه ان احمد مصطفى بيبو هيمسك مكادي. لا مكادي خلاص من الاخر يعني، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ لا عثمان احمد، كابتن عثمان، كابتن عثمان اللي هو صعد معاهم. عثمان من رابع، انا اتكلمت مع الكابتن احمد المحترم الصحيفي، وسلم عليك طبعا حبيبي. لا هو خلاص القرار امبارح قال لي شور عثمان لانه تعب. أيوة. وهو سبق قبل كده ليه تجارب كتير مع الكابتن هشام زكريا في الجونه، كان مدرب عام مع هشام زكريا في الترسانه، درب الجونه ناشئين. لا عثمان انا عارفه كابتن عثمان، يعني مدرب فانا برضو عايز ااكد على حاجه، ان هم خلاص خدوا ده. الغريب بقى ان هم معاهم انجليزي دون شناكس. فين ده هيمسك مدير رياضي في مكادي، في نادي مكادي تمام، مع الكابتن عثمان احمد. وهم صرفوا المكافئات بتاعت اللعيبه، كل لعيب 8000 جنيه مكافئات فوز الصعود. بعض برضو الناس كتبت ان هم صارفين 30 مليون لا هم صارفين 4 مليون بس السنه دي يعني مش كبير. اصل انت بتشتغل بعقليه زي احمد الصحيفي. طيب في بعض الانديه الشعبيه اللي ما صعدتش لدوري المحترفين بتعترض، بتقول لك ازاي فريق من القسم الثالث
ها يصعد مباشره الى دوري المحترفين، يعني ده ينط نطتين. يعني انا هقول لك على حاجه، اصل انا برضو بقى بخاطب اعضاء الجمعيه العموميه كلهم، انتوا ماشيين في اتجاه وارد جدا انك انت تعمل جمعيه عموميه غير عاديه، لكن انا اللي انا اعرفه في لوائح العالم كله ان تنظيم المسابقات ديت شأن داخلي للاتحادات، الاتحاد المصري يعني هو كما الكرة يعني. كما يترى له. لكن كان العوار الوحيد اللي انا شفته، وده انا لا اتقبله بصراحه، يعني انا ما اقبلش ان الاتحاد المصري كان يقع في الخطا البسيط ده. ايه هو الخطا؟ انك انت تنزل المصري بالسلوم من دوري القسم الثاني للثالث، يعني تنزله درجتين، ونفس الوقت تصعد الناس اللي تحت اللي هما في الثالث، صعدوا درجتين دوري محترفين. ما هو ده اللي هما بيقولوا في الكلام. وبعدين تردد تصريح، ما انش عارف يعني، حاولت ان اتواصل مع الحاج عامر حسين النهارده، تصريح من الحاج عامر حسين قال تصريح غريب وعجيب امبارح. قال ايه؟ قال لك دوري المحترفين السنه الجايه هيصعد اول وتاني، كانوا متفقين خلاص ثلاثه هيصعدوا وثلاثه ينزلوا من فوق، شكرا خلاص. لا قال لك لا، اثنين يصعدوا والثالث يصفي مع الاوائل، يصفي مع اوائل القسم الثالث. ده بقى انا يعني لو حصل، لا بس استاذ الكابتن عامر قال كده فعلا، يعني التصريحات يعني كانت ماليه كل المواقع الكبيره كلها بالامس. انا حاولت اتواصل عشان اتاكد لو ده حصل، لا ده يعتبر يعني تراجع من اتحاد الكوره او ترضيه من اتحاد الكوره للانديه اللي هي سايره دي، اللي هي عندهم اجتماع بكره، عندهم اجتماع بكره في مجلس النواب بناء على الطلب اللي تقدم طلب احاطه، طلب احاطه المهندس طارق السيد، طارق السيد رئيس نادي الاولمبي الصامت، قدم طلب احاطه وهم هيعقدوا اجتماع بكره. بعد الاجتماع بتاع مجلس الشعب هيعملوا اجتماع بالليل بدعوه. انا الحاج عدلي رسلان كلمني رئيس نادي الحمام وقال ان هم معترضين يعني على النظام الجديد ده. ايوه بالليل بقى عندهم اجتماع بكره الثلاث بدعوه من المهندس طارق السعيد كل الانديه. اللي انا عرفته من العميد محمد بسيوني الحاج عدلي رسلان ان هم جمعوا لغايه دلوقتي حوالي 47 نادي. أيوة. هو عشان يعقد جمعيه عموميه، الاول طلب جمعيه عموميه لاتحاد الكره 34 نادي، تمام، عشان يعقد جمعيه عموميه غير عاديه 44 نادي اللي هو ربع الايه الاعضاء زائد نادي. فده كل الكلام ده شغال. اتمنى برضو يعني انا اتوقع. طب شايف الدوري المحترفين هيتلعب لو حصل؟ هتبقى ولا مش هيتلعب؟ بص يا كابتن كريم، خلينا بقى نشتغل مره يعني ايه بروفيشنال كده، نشتغل خلاص ناخد قرار، وده اكبر، ده الاب الروحي للعبه. خدت قرار نفذه، سيبك بقى ده احنا بقالنا 30 سنه عايزين ياخدوا القرار ده. انا حاضره وانا في جريده ميدان رياضه قبل المصري اليوم. والله 30 سنه من ايام اللي هو حرب دهشور وهو عايز يطبق القرار، تيجي الجمعيه العموميه بقوتها بضغطها تلغي القرار الدولي المحترفين. فالقرار ده لو حصل فيه تراجع هتبقى مشكله، خاصه ان هو عنده الراعي وعنده سبونسر. بس اتمنى لو تم تطبيق الدوري ده ما تقوليش نصعد فرقتين وفرقه، لا ده انت هتعمل عوار في اللائحه، اي واحد يرفع قضيه هيبوظ لك المسابقه. نمره اتنين، انت هتجيب سبونسر. اتمنى بس يعني السبونسر ده حاول انك انت لو طلع مثلا 100 مليون 50 مليون توزعهم على الانديه. لا معلش يعني احنا في انديه كلها، الانديه المؤسسات مش محتاجه انديه المشاركات. ايوه يعني بعبارتين مثلا هندي، ما تديش اسماء، تقولش اسماء، بلاش اسماء، بس الانديه الشعبيه الاولى بالدعم ده، ولو على الاقل ادي 70% انديه شعبيه وادي 30% الثانيه اجزاء بسيط، ونزل وادي تحت الانديه الجماهيريه اللي بتعاني حاليا. أيوة. يعني انت النهارده عندك مشكله، اللي هم في القسم الممتاز به هيبقوا طبعا ثلاث مجموعات، ادي الناس دي، زود من ده وده، انت ليك الحق اتحاد كوره. الحاجه الثانيه انك انت لازم تعمل رابطه الانديه، تكون تشهر رابطه الانديه الايام اللي جايه لمحترفين القسم الثاني، عشان نشتغل بقى شويه معانا حد بيدافع عنك، بيتكلم، بيطالب، بلاش بقى ايه تدخلات من كل مكان. الحاجه الثانيه المهمه برضو ان كابتن عمرو انور، انا اتكلمت معاه النهارده، مدرب طنط، هو والحاج فايز عريبي. فايز عريبي قال لي كده بالنص، انا متمسك بعمرو انور مش هنسيبه. كابتن عمرو انور قال لي احتراما للراجل ده اللي خلاني استنيت في طنطا، انا هقعد معاه حتى لو جاني عروض من بره، وهو تلقى عروض من بره، هقعد معاه وهشوف طلباته ايه. لكن استاذ فايز انا ما اقدرش يعني اتاخر عنه لانه قيمه وقامه، وانا بحيي كابتن عمرو انور. المنصوره كابتن ياسر الكناني، كل الناس بتقول لك هو مستمر وانا بقول لك مش هيستمر في المنصوره. في المنصوره كابتن احمد عبد الرؤوف ومصطفى الشامي من ساعتين قال لي احنا هنقعد معاه بعد بكره، يعني كمان 48 ساعه هنحسم، هنشوف رايه ايه،
قرروا ايه؟ تصوره للدوري الممتاز بناء على التصور والخطه ديت هناخد قرار احنا ومجلس اداره بشان ايه؟ احمد عبد الرؤوف، الكابتن احمد عبد الرؤوف. هنروح برضو لحاجه مهمه جدا، رحيل جليدو عن لافينا، ودي مفاجاه ما حدش طبعا يعرفها. لا خلاص هم طبعا تعرف ان هو كان بيتقاضى كل شهر 3000 يورو. وده بيعتبر مبلغ قليل، مش ال 3000 يورو بالنسبه له هو، لكن بالنسبه لنا في مصر لما تحول اليورو هتلاقيها يعني داخله في 100000 جنيه بالظبط. لسه هم ما فكروش مين المدير الفني الجديد. الاسباني، وانت هتضحك بقى في الحدري، الاسباني انطوني كالدورين، كالدورون هيمسك النجوم. انا عارف استاذ محمد طويل عليه، انت اشتغلت معاه، هو قال لي لسه انت اشتغلت معاه. ايوه ودي مفاجاه، هيجيب كالدورون الاسباني، كالدورون الاسباني كان ماسك قبل كده في الدوري الممتاز بس وانت حضرت له فتره معاه بالظبط. وهم هيقعد بقى معاه يتكلم، يا يروح له اسبانيا يا يعمل اجتماع هنا ويدعوه ان هو ايه يتفاوض معانا. طبعا زي ما قلنا كابتن عثمان، نادي رايه بيتفاوض مع الكابتن محمد حليم زي ما قلت لك، نادي رايه، نادي رايه مع كابتن محمد حليم، كابتن محمد حليم محمد وحسام عبد العال وعبد الناصر محمد ودخل معاهم يعني اكتر من مدرب تاني، احمد عيد عبد الملك. فهم يعني والله اسماء مميزه جدا. قال لي زي ما قال لي طبعا عبد الناصر محمد كان مدرب هايل، الكلام ده قالوا لي طبعا اللي هو حمدي عاشور واللي هو عبد الجليل امام طبعا مسؤول النادي، والعميد حاتم سعد، وعلى راسهم اللي هو احمد حجازي اللي عامل منظومه فراغ رئيس النادي طبعا. عامل منظومه ولا اروع ولا اجمل. الحاجه برضو اللي عايز اتكلم عليها المهمه يا كابتن كريم، انك انت عندك حاليا في الدوري اكتر من 78 مدرب، دول رحلوا عن دوري القسم الثاني. برضو الناس بره بتاخد الرقم ده يعني رقم كبير، لا مش كبير ولا حاجه، ده انت السنه اللي فاتت كسرت ال 90 مدير فني، ده انت شويه عندك استقرار. لكن في الاول وفي الاخر انت عندك مكاسب في الدوري ده، المكاسب طبعا استقرار المسابقه، المكاسب الانديه اللي صعدت اللي هي اللي استقرت على المدربين بتاعتها، المدربين اللي عانت وهبطت هي اللي غيرت مدربين كتير زي الاولمبي زي المنصوره، عد كل المدربين اللي غيرت مدربين. كفر فده رساله كفر الشيخ، رغم ان عنده مستثمر بصراحه، وبالمناسبه هم صرفوا كل المستحقات قبل ما يمشوا، الزميله طبعا الصديقه الدينمو ياسمين عبد العزيز عملت مجهود خارق الايام اللي فاتت وسابت النادي وكل حاجه مستقره ماديا، يعني ما لهمش اي مستحقات اي حاجه بصراحه يعني. فانا عايز اقول ان في تجارب استثمار، وده بدايه استثمار، ده بدايه الامل لنا يعني. عندك ديروت مع سيراميكا، عندك مصر بالسلوم مع انبي، عندك تجربة المقصة مع عائلة يودي طبعا هم انفصلوا عن الشركة كابتن كريم، عندك تجربة لافينا، عندك تجربة محمود العصفور مكادي الجديدة، في كذا يعني نادي في أندية كتير كويس. يعني ديت عطتنا ضوء اخضر ان في أندية هتقدر تعتمد على نفسها وتبعد عن ان احنا نشتكي كأندية بقى، واخد بالك. الحاجة المهمة التانية اللي انا بقولها لمجالس الادارات، ان اتمنى ان كنتم تبقوا ايه يعني حكماء في القرار بتاعكم، سواء في الغاء دوري المحترفين او الابقاء على دوري المحترفين. يعني انا شخصيا انت مع ايه؟ لا انا بص عشان بس الانديه ما تزعلش مني، انا مع تطبيق دوري المحترفين. دوري المحترفين انت هيرجع، سيبك من اي حاجه، بس انا اتمنى ان 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 الدوري ده يتعمل ازاي بقى يا كابتن كريم؟ يعني كان ده افضل، كان يتعمل شكل مؤسسات، ما انت عندك روابط للشركات، عند الشركات والمؤسسات، اعمل دوري شركات ومؤسسات لوحده، وخلي الانديه الجماليه لوحدها، اعمل لها يعني مجموعتين، لانك انت كده هتظلم انديه جماليه ما هتخلص عليها تاريخيا. ليه؟ ما الانديه برضه يعني تشوف مواردها وتشتغل ويبقى في دعم من اتحاد الكوره وتشتغل عشان تبقى لا والافضل كمان، بس هي الافضل دلوقتي في الكوره يعني الانديه مليانه مشاكل. ايوه مليانه مشاكل، يعني طنطا مثلا عليه 25 جنيه مليون جنيه ضرايب. طب ما انت ما تشوف حلول للانديه ديت ازاي تطلع من الازمات ديت، ازاي تخفف عليها الاعباء الماليه. انا بقول الكلمه دي دايما، ان انديه المحافظات الكبيره زي طنطا مثلا محافظه الغربيه، لازم المحافظه والشركات الكبيره اللي داخل المحافظه يبقوا سبونسرز للنادي. لازم ايوه، عشان انت المنيا بني سويف نزلت بقى درجه ثالثه، بني سويف وعندك سوهاج نزل بقى درجه ثالثه، وعندك غزل دمياط شبين دمياط اللي بقى لها، وغزل دمياط اللي في يعني بقى لهم خلاص في القسم الثالث والرابع. في انديه عريقه لازم المحافظين المحافظه بتاعتهم تدعمهم.
المريخ والمريخ البورسعيدي وحاجات انديه كتيره جدا مش عايز انسى حد يعني. فلازم عشان يبقى انت عندك نادي المحافظه لازم المحافظه تدعمه، ومش تدعمه كده وخلاص بالفلوس، لا يبقى في رجال الاعمال والشركات الكبيره داخل المحافظه يبقوا السبونسر ويتوجه جزء من الارباح بتاعه الشركات دي الكبيره في كل محافظه 1% 2% لو جبت 5-6 شركات في كل محافظه جامده مقابل الاعلان بتاعهم مثلا يتحط على التيشيرت على الكم وعلى الظهر وعلى الوش. والله لو انت جبت شركات الكبيره في كل محافظه وخدت 1% او 2% من ارباحهم ووجهتهم للنادي بتاع المحافظه هتبقى عندك الانديه كلها غنيه. كلها. يا كابتن تغول، معلش بقى نتفق نختلف، تغول انديه المؤسسات والشركات خلاص تغولت على انديه الشعبيه والجماليه خلاص عليه. لكن انا هقول لك على حاجه، انت النهارده انا هسالك سؤال. اتفضل. المتعه عندك كانت في ايه في دوري القسم الثاني؟ المتعه انك تتفرج على المحافظات جمهور تتفرج على ماتش جماهيري صح، تتفرج وشفت من فنيات ايه؟ فنيات عاليه جدا. طب. يعني وصلت درجه ان المباراه دي بقت افضل من الدوري الممتاز. ايوه. لما تيجي تقارن الترتيب من العاشر في أي مجموعة من الإيه؟ من المركز ال 13 للأول هتلاقي النقاط 5-6 بونت. صح. هتيجي في الدوري الممتاز اللي هما بيهتموا بيه والدنيا كلها مهتمية بيه هتلاقي من الأهلي للقبل الأخير 60 بونت. فين ده؟ فين ده؟ فين ده؟ ده مش كورة. أيوه. الكورة لما يكون إيه؟ كل الدورات كده. يعني لا حتى لما تبص على الدوري الإنجليزي هتلاقي الأول واخد حاجة و80 بس مش للدرجة دي. والتاني 30 مش اللي هو اللي بينزل. والله أنا تابعت معظم الدورات العالمية كلها ما فيش أرقام عالية كده. فأنت في الدوري الممتاز به أنت وصلت الليفل في الممتاز به فنيا بقيت أعلى من أي دوري في العالم. الدوري هيتعمل ولا مش هيتعمل؟ لا أتوقع قول لي رأيك ومعلوماتك. لا الدوري المحترفين هيطبق. هيطبق. هيطبق، لكن ممكن يكون تحايل في حاجة. يعني زي ممكن القرار اللي قاله الحاج عامر في طردية، بس طردية ايه؟ ما تخلش حسب اللواية ما تخلش باللائحة عشان ما يبقاش في عوار يلغي المسابقة السنة الجاية. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع الأستاذ أحمد القصاص، وهنجيب التلات ماتشات اللي أصحاب التلات أو الفرق اللي هي صعدت مباراة البلدية وتكرنس، ونشوف احتفالات البلدية زد والسكة الحديد. بالمناسبة زد خلاص اقترب جدا بالتجديد للكابتن مجدي عبد العاطي وده انفراد لينا. ايوه خلاص يعني هو وهو طلب 9 لعيبة وبدا ايه أيوة يشتغل يعني الموسم القادم. وايضا مباراة الجونة وشبان قنا هنشوف لحظات الاحتفال والصعود بالنسبة للثلاث فرق اللي صعدوا للدوري الممتاز بعد الفاصل مع الاستاذ احمد القصاص ان شاء الله. طيب نرجع نكمل بقى ونشوف فرحة الثلاث أندية اللي صعدوا للدوري الممتاز، وكانت بعد منافسة كبيرة. يمكن الجونة لغاية آخر لحظة بيتنافس مع لافينا اللي كان بيلاعب أسمنت أسيوط، والجونة بيلاعب شبان قنا. يمكن السكة وزد كان خلاص زد يعني حسم الصعود، وكان برضو المجموعة الثالثة لغاية آخر مباراة بلدية المحلة وتكيرنس وطنطا بيلاعب المنصورة. أنت فاكر السنة اللي فاتت قبل الدوري ما يبدأ قلت لك إيه؟ قلت لك الدوري ده هيبقى اشرس دوري صح في تاريخ القسم الثاني. صح. صح. وده فعلا متعه. متعه الناس كلها بقت تتفرج على القسم الثاني مش الاهلي والزمالك. ايوه. ما انت النهارده تيجي زي محافظه زي المنيا مثلا. ما خليها فيها اهلي وزمالك واسماعيلي كل الشعب المنيا مثلا 3 4 مليون 5 مليون. لكن هم كلهم ال 5 مليون بيشجعوا المنيا. صح. شبين نفس القصه. المنصوره فيها 6 مليون مشجع. انا عايز بس الانديه تبدا تستعد الموسم الجاي، يعني نفسي المنصوره يقفلوا الملعب دلوقتي وشركه تخش توطب استاد المنصوره. استاد المنصوره زعلان عليه كل ما بشوفه بزعل. اصل هو ما عادش خاضع محافظه التقهليه الكبيره دي، ما عادش تابع للنادي، بقى تابع للجهه الاداريه. ويعني طب وزاره الشباب تخش يعني اتمنى بس يعني وزير الشباب والرياضه ايه انا شايف ان هو عامل شغل في كل المحافظات وملاعب جديده واستادات جديده. استاد التقهليه او استاد المنصوره يستحق الترميم والتطوير، وخاصة انك انت كمان في دوري محترفين ما فيش عندك ملعب، يعني هتبقى مشكلة زي ملعب ديكنس مثلا. ديكنس هيلعب في دوري محترفين، انت لازم تلعب على استاد في اضواء بالليل لانك انت هتلعب بالليل. بالظبط. انت هتلعب 39 ماتش مش كده يا كابتن؟ ايوه. هتلعب 38 ماتش 38 20 11 شهر بالكاس. صح. بالتوقف بين الدورين. صح. دي مباراة الجونة وشبان قنا، والجونه تقدم بهدف طبعا، وبعدين
شبان قنا اتعادل ورجعت الامور تاني لافيينا ولكن قدر الجونه يحسم بالهدف التاني. لا بقى والصعود. شوف المتعه والاثاره على التواصل الاجتماعي، انا مش ملاحق النتائج، انا كنت بتابع الصعيد. اهل الصعيد بقى عندي على التواصل الاجتماعي متابعين دقيقه بدقيقه. ايوه الناس خلاص الحق، ده الجونه جاب هدف، الحق لافيينا اتهزم، الحق لافيينا تقدم. لا 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 اثاره ومتعه ما مش موجوده لدرجه نسينا كلمة أهلي وزمالك. أيوة. ده الهدف الثاني، هدف الصعود للجونة ب يعني أقدام محمد العشري. بس بأمانة يعني بأمانة فرحة مستر الجونة محمود الأسيوطي ووائل حبيب مدير الكورة طبعًا عملوا شغل ومجهود خارق، بس أنا بحييهم. ليه بقى؟ ما وصلوش المصروفات، خد المفاجأة بقى. أيوة. صرفوا كام؟ اديني لافيينا، هم عندهم طبعا الملاعب 7 مليون والله العظيم 8 8 8 كنت هقول لك 8 يعني خلي ما عندهمش المنشآت ديت، حط عليها كمان 5 يبقى 8 13 يبقى الناس دي بتفكر صح. زي الصحيفي كده لما قال 4 مليون عقليه زي الصحيفي بتقود المكان ده بالفكر ده يوفر عليك ملايين. ما هو عقليات زي وائل حبيب والصحيفي لما يكونوا في مكسب لاي مكان. ايوه طبعا بهني كمان يعني حسام الزناتي طبعا مسؤول عن نادي الجونه وصديقنا العزيز على الصعود، الف الف مبروك. محمد الحصري مدير النادي نادي الجونه يعني بحييه، وبحيي الكابتن احمد مصطفى بيبو الجهاز الفني طبعا، الكابتن عبد الناصر عباس الجهاز الفني لنادي الجونه. على فكره هو مواليد 2 يونيو 77 مين؟ هو احمد مصطفى بيبو 46 سنه. أيوة. لكن احمد عبد الرؤوف 37، عشان كده بقول لك نستفاد بالخبرات ديت، اتحاد الكوره ياخدهم يعمل لهم معايشات بره، يثقلهم يستفيد بيهم في المنتخبات. أيوة. ما دي مدربين يعني مدرب مواهب اهي، ما انت دولت ممكن يتصدروا المشهد التدريبي خلال السنين اللي جايه. كويس ان الثلاثه اللي صعدوا كلهم شباب، مدربين شباب. خلي بالك انا قلت من اول الموسم قلت لك الجونه يصعد، بس قلت لك السك او زد او القناع، رشحت 3 في بحري، رشحت ابو قير والبلديه. ايوه والاسبوع اللي فات انت بتسالني البلديه ولا ذا كيرنس، قلت لك الملعب صعب، الماتش صعب في ذا كيرنس بين جمهوره وبين ناسه صح، لكن انا بقول لك من غير جماهير البلديه الافضل. ايوه صح. بهني برضو يعني منظومه زد، زملاء الاعزاء طبعا كابتن سيف زاهر طبعا رئيس النادي، وايضا احمد حسن مستر هيثم عبد العظيم، وايضا كابتن احمد عبد الله، كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني، كابتن وليد صلاح الدين مدير مدير الكره الكف، مشهور التوني بقى حدث ولا حرك ده من ورا الجميع، كابتن احمد حسن وكابتن عماد متعب وكل مجلس اداره نادي زد طبعا كلهم نجوم كبار، بهنيهم على الصعود الى دوري الممتاز المحترفين طبعا، ويعني كل التوفيق ان شاء الله في الموسم القادم. اللي انا عرفته يا كابتن ان هم هيبقوا على حوالي 15 لاعب من عندهم زد يعني ايوه فعلا هم عندهم 14 لاعب بالظبط. وحتى هم النهارده انا قلت خبر ان هم طالبين من الاهلي 3 لعيبه، يعني اللعيبة عايزين علي لطفي ايوه بالظبط، ورأفت خليل، وعايزين كريم الدبيس لعيب صغير كان جايبينه من وادي دجله، ويسري وحيد لعب الترسانه الزمالك كان عايزه في اول الموسم، زد عايزينه برضه والله، وعرضوا فيه مبلغ كبير، وانا بحيي مسؤول زد في يسري وحيد لانه لعيب موهوب ومميز جدا. ايوه هم برضه بيتعاملوا بعقليه برضه كويسه جدا، عقليه استثماريه، يعني مش هيبالغم في زي الناس ما في الفلوس لا 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 التعاقدات يعني هتبقى عندهم فكر شويه، الفكر مع الناس ديت يا كابتن زيك كده، انت اشتغلت في اكتر من نادي، وائل حبيب انا احب احمد نبيل فابوير. أيوة. الفكر دايما بيوفر عليك خسائر كتير طبعا، خسائر ماليه كتير طبعا. زي نادي مثلا بلديه المحله حماده علوي، في ناس كده مديرين كوره بتفرق معاه الكلام ده طبعا، يوفروا على الانديه بتاعتهم. بحيي كمان المهندس مصطفى الشامي طبعا رئيس نادي البلديه، مجهود وهيعمل حاجه كويسه طبعا، وكابتن احمد عبد الرؤوف وكابتن حماده علوي مدير الكوره يعني كابتن عامر صبري كمان أيوة. وكابتن حسام اسامه مدربين مع كابتن احمد عبد الرؤوف، بحيي كل منظومه نادي البلديه وببارك لهم ايضا على الصعود الى دوري ممتاز. موسم صعب صعب، هم الايام دي بقى بداوا خلاص هيبداوا الاسبوع الجاي اعاده هيكله الملعب. فين ملعب البلديه؟ البلديه هيلعب على ملعبه الدوري على ملعبه خلاص، على ملعبه على مسؤوليته، لا على مسؤوليته خلاص والله. هيبداوا تجهيزه يعني اضافات بقى ليه. أيوة. ما هو سبق ليه في الدوري الممتاز وفرق افريقيه لعبت على البلديه ايه المشكله يعني بس هو مصطفى الشامي النهارده قال لي خلاص هنبدا تجهيز الملعب وهنشتغل في الناحيه الثانيه. ايه هي الاستثمار؟
هنشتغل هنعمل مولات عندنا هنجهز حاجات تقدر تساعدنا، زائد ان احنا عندنا قطاع عندهم هم قطاع ناشئين كويس مصطفى الشامي و فين في البلديه اه قال لي هنشتغل على ناشئين، زائد ان احنا عندنا حوالي 12 لعيب دول مش هيمشوا. ايوه المكافئات بقى والحفله عندهم لعيب كويس قوي كمان وحيد محسن. وحيد محسن ده جالهم فين يا كابتن؟ ده جالهم من الصعيد في يناير. وانا خلي بالك قلت عليه عندك هنا. أيوة. من اللعيبه المميزه جدا. طيب عايزك بقى تقول التشكيل الافضل في الجوله الاخيره عشان برضو يبقى كده يعني تشكيل المنتخب بتاعنا يعني. بالظبط. احمد امجد يوسف طبعا بايونيرز، يسري وحيد الترسانه، محمد العشر الجونه، محمد رجب بريد المحله، بسام وليد بروكسي، محمود حسون النصر، عبد الرحمن فؤاد المصري اتصالات، علي حسن وادي دجله، ايمن موكا لافينا، كريم لالا بورت السويس، علاء الدين متولي الفيوم، افضل ثلاث حراس مرمى يا كابتن محمد ابو النجا بتروجيت، وامجد يوسف حارس مرمى بايونيرز، وكمال السيد الجونه. دول بيعتبروا افضل الناس اللي موجوده عندنا. شكرا طبعا محمد الشامي بذل مجهود خارق، لمياء عاطف، جمال عقل، اسامه محمود، كل الناس دي بصراحه يعني مش هنسيبك، خلي بالك هنجيبك عشان دوره الترقي وهنتكلم معاك في كل حاجه. لا لو في دوره ترقي برضو الماتيريال بروكسي وفي اخبار بس انت مش هتقدر ليه؟ لانك عندك على طول دوري محترفين واخبار. لا يعني برضو ما الممتاز بيه بالنسبه لنا رغم ان انا دايما باخد الصيف اجازه لكن ما اقدرش اتاخر عنك تحديدا يعني. يا استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا. طبعا استاذ احمد الاستاذ بنشكره على المجهود الكبير السنه دي في الدوري الممتاز، وبنهني مره اخرى الزد وايضا الجونه وبلديه المحله على الصعود، وبشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.